قبل ما نصلي قطعة الساعة 9، وهي ساعة تسليم الروح السيد المسيح على الصليب. كنيسة بتعلمنا أن احنا نقرأ البولس اللي قراه الشماس، وبيحط قدامنا أهم شيء في حياة القداسة للإنسان اللي عايز يتوب وعايز يعيش في هذه القداسة. في أول الجزء اللي قراه من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي يقول كده: لا ينظرن أحد إلى ما لنفسه، بل فلينظر كل واحد إلى ما هو لغيره أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. يعني ده المفتاح أو البداية للإنسان اللي عايز يعيش ويا ربنا، ينظر للآخر ولا يعيش في أنانية نفسه، ويكون الفكر ده هو الفكر الذي يرضي المسيح. إن عاش الإنسان في أنانية نفسه وفي ذاته يبقى بعيد عن المسيح، إن فكر في نفسه بس يبقى شخص بعيد عن المسيح، حتى لو كان مكتوب إنه مسيحي واسمه إنه مسيحي وعايش حياة، لكن بهذه الصورة هو بعيد عن فكر المسيح. الساعة الثالثة، الساعة التاسعة اللي بنصليها طول السنة في صلوات المزامير، بنخاطب المسيح وبنقول له فيها: أمت حواسنا الجسمانية، أمت حواسنا الجسمانية. يعني خلي دايما فكرك ودايما قلبك في شخص المسيح، بعيد عن شهوات الأرض وأطماع الأرض ونزعات الأرض بصورة عامة.